ما أعز من الولد إلا ولد الولد. بهالعبارة العاطفية والرقيقة بيعبروا الأجداد عن حبهم الكبير لأحفادهم ليبرروا يمكن ميلهم العاطفي لإلهم، وبيصير بيت الست والجد هو المكان الآمن للأطفال واللي بيقدروا من خلاله يتهربوا من العقاب ويعيشوا على حريتهم. هلا بنوته لرنا لسه صغيره بس انا اخ قديش عن جد في معاناه من هذا الموضوع. يعني مثل ما عم بتقول رنا، ما بنقدر ننكر الدور الكبير اكيد والجوهري اللي بيلعبوه الاجداد بحياه الاحفاد وتكوين شخصيتهم، ولولاهم نحن ما بنسوى شيء من الاخر. بس على الجانب الثاني، الاجداد ممكن يحملوا افكار ومعتقدات بخصوص تربيه الاطفال بتختلف عن طريقه تفكير الاباء او هذا الجيل حتى. هذا الشيء ممكن يؤدي لنشوء بعض الخلافات العائليه، بس يا ترى كيف فينا نسيطر على هالموضوع ونخلي العلاقه تمشي باطارها الطبيعي؟ كل هالتفاصيل رح نعرفها مع ضيفتنا بالاستوديو بثينه العمادي الاختصاصيه بتاهيل وعلاج مشاكل الاطفال السلوكيه والنفسيه. صباح الخير بثينه، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي معنا. يعني كلنا بنعرف قديش فعلا مهم يكون موجود التيتا والجدو بحياه الطفل، وهنن خلينا نقول نوع حب مختلف، نوع عاطفه مختلفه تجاه الطفل. خلينا نوضح بالبدايه قديش مهمه فعلا العلاقه بين الاحفاد والاجداد من الناحيه النفسيه للطرفين. تمام. هلا بالبدايه الاجداد هن يعتبروا العائله الممتده. نحن العائله في عائله نوويه اللي هي بتعيش مع الطفل بالبيت، الاب والام الاخوه، في العائله الممتده يلي هن الاجداد العمات، يعني بيت الجد بشكل عام. تمام. العائله الممتده بالحقيقه لها كثير دور اساسي بتكوين شخصيه الطفل، بتكوين افكاره، بتكوين الطريقه اللي بيتعامل فيها مع الحياه. سالتيني عن الناحيه النفسيه قديش هو مفيد للطرفين. تمام، كثير مفيد لانه في كثير احتياجات عاطفيه ونفسيه الاجداد هن يعني فيك تقولي بيسكروا هذا الاحتياج. وفعلا بنلاحظ انه الاطفال يلي في عندهم علاقه بتواتر ثابت مع اجدادهم او مع بيت الجد بشكل عام، في عندهم نوع من العلاقات الاجتماعيه المتطوره الودية، عندهم شوي هيك ذكاء اجتماعي وعاطفي اكثر من اقرانهم اللي ما عندهم لقاءات متكرره ببيت الجد. حتى بنلاحظ انه الاطفال اللي عايشين برات البلد يعني وكثير بيراجعونا، خصوصا هلا بالعطله كثير عم يراجعونا امهات، انه الطفل عم يجي عنده شويه ضعف بالتفاعل الاجتماعي او حتى الوجداني يعني العاطفي مع المحيط. لما بتقارنين بطفل عنده لقاءات متكرره باجداده او ببيت الجد بتلاقي انه في كثير فرق. فهن فعلا كثير يعني بيصنعوا الفرق من الناحيه النفسيه، من ناحيه التواصل، ومن ناحيه التفاعل الاجتماعي مع الاخرين. طيب بثينه، في الكثير من الاشخاص الامهات والاباء بيعانوا من فكره تدخل بيت الجد بتربيه الطفل، ومثل ما قلتي يمكن هي ما بتوقف القصه على تيتا وجده، العم والخال والعمه والخاله وكثير من افراد العائله ممكن يتدخلوا بتربيه الطفل على اساس انه هن بيمونوا. امتى بنقول انه صار الموضوع زياده عن حده وما بقى مقبول، صار لازم نحط خطوط؟ تمام. هلا لما بيكون الموضوع تكراره بيؤدي لاضطراب سلوكي او لمشكله سلوكيه يعني بتعيق اداء الطفل، انجازه، قبوله بالمجتمع، مثلا لما بيكون في دلال زائد مبالغ فيه، فتنه بالحمايه المفرطه، عم يكون كمان في ملاحظات للام والاب امام الطفل، هذا الشيء بيخلي في تاثير سلبي على الطفل وعلى علاقته باهله. تمام. هون لازم ناخذ موقف ونحاول بطريقه وديه ولطيفه يعني من دون ما نساوي مشاكل نتفق مع الاجداد انه في نواحي معينه انا بتمنى انه ما نتدخل فيها، او اذا حابين تحاكوني فيها او تنصحوني بعيد عن الطفل. كثير هي صعبه بمكان، وخصوصا لما بيكون العائله ساكنه كلها مع بعضها. مؤخرا لاحظنا كثير صار في سكن مشترك يعني بظل الظروف اللي مرقنا فيها، وفعلا في كثير حالات رجعت طلعت هي المشاكل زياده. في كثير حالات تراجعنا بالعياده انه انا مشكلتي الاساسيه انه انا تيتا وجده بيتدخلوا بتربايته، تيتا وجده مطمعين، او احيانا بالعكس انه هن بيشوفوني انا وكثير بدلل او بصاروا هن بدهم المدرسه القديمه بالتربيه، فبده يكونوا الزوجين متفاهمين ومتفقين مشان يعني الطرف اللي من ناحيه التيتا والجده يكون عم يتواصل هو معه، مو يكون يعني الطرف الثاني. تمام 100%. يعني قديش هي خلينا نقول مشكله، لانه فعلا الاهل بيكونوا بالبيت يمكن عم يحاولوا كثير
يحطوا قواعد ان كان صارمه او ان كان يمكن بالعكس عم يمشوا على سيستم معين. خلينا نقول مع الطفل عم ينتزع هذا النظام ببعض الوقت مع وجود الطفل بوقت يمكن طويل عن بيت الجد والست. طيب نحن هون لازم نحكي كمان مع الطفل، يعني نحن حكينا مع مثلا التيتا مع الجدو قلنا لهم مثلا لا انا عم بفضل نعمل هيك ما نعمل هيك او بالعكس. نحن الطفل اذا كان طبعا واعي الطفل كيف لازم نحكي معه ونوجهه على الصح؟ تمام. هلا انا دائما بركز على فكره الاتفاقات والقوانين سواء داخل المنزل او خارج المنزل، يعني طالما انت في رولز معينه واضحه عن طفلك وقدران يدركها، يعني هو انت موضحتي له انه بالموقف الفلاني انت مو مقبول تتصرف بهي الطريقه، خلص عنده يعني هيك التشيك ليست واضحه، في قوانين ثابته. وكمان برجع بركز على فكره في قوانين داخل المنزل وفي قوانين خارج المنزل. تمام. الطفل قدران يقدر انه لا هذا الشيء مو مقبول. طيب في حال الست والجد عم يواجهوا ملاحظات او خليني بقول انه عم يتدخلوا والطفل عم يستثمر هذا التدخل ويحاول يحرجني. طبعا الطفل كثير ذكي بهدول الامور. تمام. فانا كمان بحط اتفاق مع الطفل انه انت حتى لو حاولت تحرجني اذا كان متاح انه انا ما اتجاوب معه هذا الشيء ما بيخلي فيه خليني اقول مشكله لاحقا كثير كبيره بالعائله، فيني ما اتجاوب معه. اما اذا ما كان في مجال وانا فعلا رح اكون محرجه فانا بدي اوضح له انه هذا الاحراج اللي حتحطني فيه انت رح تحصل على الاستثناء اللي انت عم تحرجني من شانه، بس انت لاحقا في شيء معين في عواقب تخسره للشي او يعني في نتيجه لهذا الاحراج اللي انت عرضتني له. لاحقا الطفل بيصير بيتحاشى هذا الموقف، بيصير بيقدر انه انا يمكن حصلت لي على اللي بدي اياه بهي الطريقه بس كان في نتيجه ما لها مرغوبه. مره على مره اكيد مو من اول مره دائما بنلاقي فرق، بس لما بلاقينا احنا ثابتين على طريقتنا حتى الاهل بيصيروا بيحترموا، يعني بيت الجد بيصيروا بيحترموا انه لا فعلا في نتيجه، لا فعلا هي جديه بهذا الموضوع، بصيروا بيحترموا الطريقة يلي أنت عم تستخدميها نوعا ما. طيب أول شيء بأي عمر بيقدر الطفل إنه يبلش يميز هي الأمور؟ يعني فعليا إذا بدك تحكي من أيمت بدنا نبلش نأسس القوانين هو من بعد السنتين بتبلشي بطرق مبسطة وعملية يعني. وكل ما كبر أكثر بتتطور أكثر وبتكتر أكثر ببلش يقدر يفهم عليك. بس فعليا من عمر السنتين اللي إحنا مفروض نبلش نأسس بيئة الطفل، استقرار البيئة ووضوحها كثير بيخلي الطفل قادر يتحكم بانفعالاته وسلوكياته وقادر يقدر نتيجة أفعاله يعني. طيب بثينة ذكرتي ببداية الحديث فكرة كثير مهمة إنه وقت يكون الجدو والتيتا من طرف مثلا الشريك يعني هي كنة أو هو صهر، كيف ممكن يحكي بالموضوع؟ لأنه هو كمان يعني فرد من أفراد العائلة، مو معقول كل ما بدي أقول شغلة بدي أقولها لزوجي أقول لوالدتك ووالدك، يعني أنا كيف فيني أثر بالعائلة؟ كيف فيني أتعاطى مع هي الفكرة بطريقة هيك لطيفة ما أعمل مشاكل؟ هلا أنا دائما بذكرهم إنه تذكروا إنه الدافع هو مشاعر مو تدخل مو فرض أوامر، يعني غالبا بيكون الدافع اللي عند الست والجد هو مشاعر يعني حب احتواء، يعني بالنتيجة هذا الولد لحتى شافوه عنده ولد كثير تعب طبعا، فلما بنتذكر المبدا والدافع شوي بنسترخي يعني. بدنا نحاول اول شيء بطريقه وديه وانه نحن بنعرف انه انتم كثير بتحبوه وبنعرف انه هو كثير غالي عليكم وبنعرف انه طريقتكم جابت نتيجه ولكن نحن ما احلانا، بس هذا الجيل غير، يعني بدنا نكون بطريقه وديه نوعا ما. كثير من الحالات ما بيكون في تجاوب لانه هن اصلا ما بيكون عندهم يعني ما بيحسوا كيف عم يتصرفوا، بيعرفوا انه هن اللي عم يعملوه هو الصح، ومرات بيكون في تشبث بالراي. وفي كثير حالات لما بيشوفوا فعلا الطفل نتيجه يعني الشيء اللي عم يصير ما عادت مقبوله ببلشوا ينسحبوا، هذا بيرجع لنوع العيله. برجع باكد لما بيصير في الخط الاحمر تبع خلص الطفل صار عم يؤذى ويؤذي الاخرين نتيجه هذا التصرف لازم يكون في تصرف يعني جدي وحاسم. تمام. طب هون سؤال اخير بثينة، ببعض الحالات بس يكون في تدخل مثلا كثير من الاجداد وفي خلينا نقول اختلاف كبير، يعني الاهل عم يتعاملوا بطريقه، الجد والست عم يتعاملوا بطريقه، هذا الولد قد ايه ممكن يتشتت وقد ايه ممكن ياثر على مستقبله اذا طبعا ما نحط حد للموضوع؟ تمام. هلا التذبذب بالتربيه هو شيء كثير مؤثر على شخصيه الطفل لانه هو ما عاد بيقدر المعايير، بالنسبه له هدول الطرفين هن قدوه وهن بالغين وثقات. فليش انا مثلا بالموقف الفلاني تيتا بتقلي اوكي وبالموقف نفسه ماما بتقلي لا؟ فاكيد هذا الشيء بيأثر.
نحن دائما لما بنحكي على الحمايه الزائده والدلاله المفرط بنركز على فكره المسؤوليه والشخصيه اللي عندها سمات الاستقلاليه بوضوح، وخليني اقول قادر يعتمد على نفسه وقادر يكون تقدير الذات عنده واضح وجيد. الحمايه الزائده والدلاله المفرط بتاثر على هذا الموضوع، واكيد نحن لما بنحكي عن اجداد في حمايه زائده والدلاله المفرط. تمام، يعني بوسينا معلومات كثيرة عرفناها من حضرتك، بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا لليوم، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك، شكرا كثير لك.